أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتناول الكلمة أمامكم اليوم لافتتاح هذا اللقاء التشاور الجهوي المبارك بحول الله الذي يرأسه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والذي يدخل ضمن سلسلة لقاءات التشاور الجهوي من أجل العمل على أجرأة والتنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة ودعم المبادرة الفردية. ويسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بالسيد معالي الوزير المحترم والوفد المرافق له، متمنيا لهم مقاما طيبا بين ظهرانهم. السيد معالي الوزير، إننا نثمن عاليا نهجكم للقرب عبر زياراتكم الميدانية لاستثمار مخرجات المشاورات الجهوية حول برامج التشغيل وخلق المقاولات من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى وضع برامج فعالة وناجعة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، تراعي في عمقها وجوهرها اعتماد مقاربة التقائية السياسات العمومية. والأكيد أن هذا اللقاء التشاور الجهوي هو فضاء للحوار الهادف والمسؤول لاستشراف الآفاق الواعدة، تأسيساً على طرح بعض التحديات ذات البعد الجهوي، فضلا عن كونه مناسبة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب في مختلف المجالات، واعتماد المقاربة التشاركية من خلال إشراك الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين قصد التشاور وتبادل الأفكار والمقترحات. لقد حرصنا في رؤيتنا الاستشرافية على استثمار مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وما يرتكز عليه البرنامج الحكومي من محاور استراتيجية ثلاثة تتحدد في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي. حضرات سيداتي والسادة، إيمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وفي إطار متابعتنا وحرصنا كمنتخبين على مستوى جهة الداخل والذهب على النهوض بقطاع التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمبادرة الفردية، فإننا لم ندخر جهدا من أجل المساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والبرامج والمشاريع، ونذكر منها على سبيل المثال الحصر جزءا من تدخلات المجلس الجهوي للنهوض في قطاع التشغيل، حيث قمنا في إطار عقد الشراكة مع الدولة لتمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة للجهة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة ذكرى 40 للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تطمح من خلالها الدولة إلى إطلاق دينامية تنموية ستجعل من المنطقة حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، وتأهيل الجهة لتصبح قطبا جهويا تنافسيا وطنيا وإقليميا نظرا لموقعها الاستراتيجي. وفي هذا الإطار تم تفعيل برنامج مصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي من خلال اتفاقية تفعيل محور دعم التشغيل وإنعاش المقاولات مجال التشغيل الذاتي في جهة الداخل وادي الذهب، والذي بلغت كلفته الإجمالية 65.83 مليون درهم، كانت مساهمة المجلس فيه بمبلغ 36.98 مليون درهم، أي ما يناهز نسبة 56% من الكلفة الإجمالية للبرنامج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تيسير إدماج الباحثين عن العمل من خلال تنمية البرامج النشيطة للتشغيل
وتطوير العمل المؤهل داخل النسيج الجمعوي والتشغيل الذاتي من خلال دعم خلق المقاولة الصغيرة جدا والأنشطة المدرة للدخل موزعة على 3 برامج، برنامجين منهما من إنجاز الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ويتعلق الأمر بدعم التشغيل عبر جمعيات ودعم حركية الشباب الباحثين عن العمل بكلفة مالية ناهزت 14.48 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تغيير البرنامج الأخير المتعلق بدعم حركة الشباب الباحثين عن العمل بسبب عدم إقبال الشباب عليه إلى برنامج التكوين التعاقدي، والذي يوفر الكثير من فرص الشغل بشكل مباشر مع أرباب العمل ووكالة الإنعاش. أما البرنامج الثاني من هذا المحور فيتعلق بقروض الشرف، والذي تتولى جمعية الداخل المبادرة الإشراف على إجراءته، إذ بلغت النسبة الإجمالية لإنجاز مشاريعه 50% من نسبة تشغيل جاوزت 70% من الفئة المستهدفة في البرنامج، وقد ناهزت الكلفة المالية لهذا البرنامج المهم 22.5 مليون درهم. وفي مجال التمكين الاقتصادي للنساء بالجهة، عمل المجلس الجهوي على عقد اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بكلفة إجمالية قدرها 35 مليون درهم، بلغت مساهمة المجلس فيها 23 مليون درهم. ويستهدف هذا البرنامج تكوين وإدماج 800 امرأة وخاصة نساء العالم القروي، وسيتم العمل على توسيع قاعدة المستفيدات من هذا البرنامج ليصل العدد المستهدف إلى 3000 مستفيدة. ويتعلق هذا البرنامج بتكوينهن في مجال إنشاء المقاولات وإعداد المشاريع ومواكبتهن خلال مرحلة الإنشاء والشروع في العمل، وكذا تقديم الدعم المادي لهن من أجل مساعدتهن على الانطلاق الفعلي لهذه المشاريع التي ستكون مصدر رزق مهم لهن ولعائلاتهن. سيد الوزير، رغم كل هذه الاتفاقيات والمجهودات، لا زال يعني الرهان كبير جدا، رهان تشغيل الجهة. وبالتالي أقول بأنه إذا كان هناك من رهان يجب رفعه في المستقبل هو رهان التشغيل، نظرا لما يعانيه شبابنا في الجهة من عدم إيجاد فرص للعمل، وهذا لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالتكوين، طبيعة التكوين، منها ما يتعلق كذلك ب يعني فرص الشغل. ولهذا أقول بأنه المجلس الجهوي وكل يعني القوة يعني كل المنتخبين ونحن جالسين من أجل برامج هادفة مهمة تعالج هذه المشكلة. بالتالي يعني هذه الخطوات التي القيام بها هي خطوات إيجابية، ولكن أقولها إذا كان هناك عندنا من ضعف هنا في الجهة هو مشكلة التشغيل، اللي في الحقيقة مشكلة عويصة جدا، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المشكل، ونحن في المجلس الجهوي مستعدين بأن ندخل في شراكة ونساهم في التكوين وفي تمويل كذلك مشاريع للشباب. حضرات سيداتي والسادة، في الختام يسعدني أن أجدد الترحاب بالسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوفد المرافق له، متمنيا لنا جميعا التوفيق في أشغال هذا اللقاء التشاور الجهوي وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه، كما أغتنم هذه الفرصة السانحة لأتقدم بالشكر لكافة شركاء المجلس الجهوي من قطاعات حكومية وسلطات جهوية ومحلية، وعلى رأسها السيد الوالي والسيد عام لإقليم أوسرت ومؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، راجيا من الجميع كل من موقعه ومسؤولياته بذل المزيد من الجهود من أجل تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، وخاصة الشق المتعلق بقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية. ونؤكد استعدادنا للإخراط الجاد والتلقائي
في هذه المبادرات المهمة تنفيذا للتعليمات السامية لعاهلنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. وفقنا الله جميعا لخدمة الصالح العام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.